الصواريخ الإيرانية تستمر بالتدفق عبر الحدود العراقية، ونتحدث هنا إلى الداخل السوري بشكل عام وبشكل خاص، وهذه جاءت بتفاصيل نشرت اليوم من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان. هو الذي كشف جميع هذه التفاصيل وتحدث باختصار بأن هنالك شاحنتين قد انطلقت وقد جاءت من داخل الأراضي العراقية، وهي كانت أساسا محملة بالذخائر وبالصواريخ متوسطة المدى وكذلك قصيرة المدى، وهي متوجهة مباشرة ودخلت من الأراضي العراقية عبر معابر غير رسمية وغير شرعية ووصلت إلى الميادين، وتم تخزين هذه الصواريخ في منطقة في الميادين يطلق عليها منطقة المزارع، وهذه طبعا بالنسبة لهذه المنطقة هنالك تكثيف كبير جدا، ومنطقة يسميها المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنها منطقة الفصائل المسلحة الموالية لإيران. المثير بهذا الأمر بالنسبة لهذه الشاحنات التي نتحدث عنها بأن الاستقدام كان قادما من قبل لواء فاطميون، اللواء الأفغاني الذي ظهر في عام 2015. أول قتيل لهذا اللواء كان في مارس 2015 أمام المعارضة السورية في قتال محتد كان في الداخل السوري. كانت الأمور غير مريحة أبدا، وبالتالي هذه الصواريخ من الداخل العراقي إلى الميادين وهي إلى فاطميون. بل بعد ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا كشف بأن كانت هنالك شاحنة تابعة لنفس هذه الفصائل أو الفصائل المسلحة الموالية لإيران ذهبت إلى هذه المنطقة، قامت بعملية جمع ذخائر وصواريخ وانطلقت مباشرة أيضا إلى منطقة معدان بهذا الاتجاه، وبعدها توجهت إلى منطقة تأتي بهذا الاتجاه الذي أشرته لكم إلى بادية الرصافة بهذا الاتجاه. وبالتالي هنالك كما نلاحظ عملية انتشار كبيرة جدا تأتي في هذه المناطق، تقارير كثيرة عن تحشيدات الصواريخ والذخائر في هذه المنطقة على مستوى البوكمال، الميادين وكذلك دير الزور، وهي مناطق محاذية وقريبة للغاية من قواعد التحالف الدولي، إذا كانت هي قاعدة كونيكو أو قاعدة حقل العمر النفطي التي لا تبعد عن الميادين إلا 8 كيلومترات فقط. أما بالجانب الآخر ومن الجهة الأخرى فكان هنالك تحركا أمريكيا مثيرا، ليس في الداخل العراقي وليس في الداخل السوري لا أبدا، بل إنه في الخليج العربي، ونتحدث هنا عن الفيلق أو عن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية. قد أعلنوا مباشرة بأن هنالك جائزة مالية وسيكون هنالك مالا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية لمن يدلي بمعلومات عن الناقلات أو السفن التي تقوم بعمليات غير شرعية بنقل الأسلحة، الذخائر، الصواريخ، وكذلك إذا كانت هي تنقل أيضا المخدرات أو أي أمور غير شرعية غير قانونية، إذا أبلغتنا بها ستحصل على الأموال مباشرة لأننا سننقض على هذه الناقلات أو هذه السفن. وهي لم تذكر بالتحديد إيران أو أي دولة أخرى ممن يقوم بهذه الأمور، ولكن في العادة وبحسب التقارير ومن الأسطول الخامس تحديدا عندما يضبطوا مثل هذه السفن إذا كانت متعلقة في المخدرات أو في السلاح وتحديدا المنقول إلى جماعة الحوثي عبر الخليج العربي مضيق هرمز مباشرة طبعا عبر خليج عمان، طبعا في العادة تكون قادمة من إيران، والإشارة واضحة جدا لإيران ولكنها إشارة غير مباشرة، وهذا ما ركزت عليه الأسوشيتد بريس في حقيقة الأمر، أن عدم ذكر إيران لا يعني بأن إيران غير متضررة في هذه المسألة أو أنها ليست متأثرة بشكل مباشر، وهذا ما ذكرته الأسوشيتد بريس. قالت مع تجنب ذكر إيران بصورة مباشرة فإن قرار الأسطول الخامس بتقديم أموال وسلع أخرى للاستخبارات العملية في الخليج العربي والممرات المائية الاستراتيجية الأخرى قد يزيد الضغط على تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، حيث لا يزال وقف إطلاق النار هشا في اليمن. واضح نحن أمام تحركات كبيرة جدا تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي من إيران مباشرة في منطقة الشرق الأوسط في ظروف صعبة للغاية من توقف للمفاوضات النووية وترقب لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة إلى الشرق الأوسط، وترقب مما سيحدث تحديدا من زيارته إلى المملكة العربية السعودية. وعلى هذا الأساس سايمون تيزدل من الغارديان البريطانية، وعلى الغارديان البريطانية يوم أمس هو ذكر تفاصيل مهمة متعلقة بالسيناريوهات التي سيواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما هو السيناريو الإيجابي وما هو السيناريو السلبي، وكيف من الممكن أن تتغير القوى في الشرق الأوسط تحديدا. وهذا يأتي لأسباب مهمة ذكرها تيزدل، قال بسبب
الخشونة أو العنف الروسي القادم هذه المرة وفي هذه الأعوام تجاه حلف الناتو، تجاه الولايات المتحدة الأمريكية من بعد بدء العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني، وكذلك التوسع الصيني الكبير الموجود حتى على مستوى الشرق الأوسط، وأيضا زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الغير متوقعة إلى المملكة العربية السعودية بعد وصفها بأنه سيعاملها كدولة منبوذة بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي كما نعلم، والآن متوجه إلى المملكة العربية السعودية لأسباب عديدة نعلمها منها الطاقة، وعلى هذا الأساس هو وجد بأننا أمام متغيرات كبيرة للغاية، ولكن المتغير الأكبر الذي يطرح في الأوساط الغربية وفي أوساط الخليج العربي هو تشكيل حلف في منطقة الشرق الأوسط يشبه الناتو تماما لمواجهة إيران، وهو ما وجده طبعا تزت الغارديان البريطانية تحديدا بأنه سيكون أمرا مزعجا للغاية، وهو يزعج إيران بشكل مباشر، لذلك إيران بدأت تتواصل مع المملكة العربية السعودية بشكل مباشر بتصريحات إيجابية للغاية، كذلك مع جمهورية مصر العربية بتصريحات إيجابية للغاية، وذلك لإغلاق الطريق تماما على هذا الحلف الذي نتحدث عنه لكي ينتهي، بل بالعكس أن يكون هنالك تقاربا مع المملكة وليمنعها من التفكير من إقامة أي علاقات رسمية مع إسرائيل أو حتى التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال. دعنا نتقارب، دعنا نستفيد من بعضنا البعض، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا فائدة من التحالف معها، وبالتالي هنا تنقلب المعادلة بحسب تيزدل الذي وجد بأن إسرائيل ستكون تحت الضغط وأن أجندات الرئيس الأمريكي جو بايدن ستضرب بالتمام والكمال إذا ما تمت ونجحت هذه المفاوضات والتقارب بين إيران والمملكة العربية السعودية، خاصة وأننا على وشك أن نشهد فشلا في المفاوضات النووية، ويعني فشلا في الحصول على النفط الإيراني المهم للغاية، ويعني مع التقارب الإيراني مع المملكة العربية السعودية وخاصة أنها حليفة لروسيا وأن روسيا تقاربت مع المملكة العربية السعودية، قد يعني بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحصل على الكثير من المملكة العربية السعودية إذا ما تحقق هذا السيناريو، السيناريو السيء للغاية للرئيس الأمريكي جو بايدن كما تحدثنا بحسب الغارديان البريطاني لعدد من الأسباب. واحدة من الأسباب المهمة هي أن التضخم الكبير الذي وصل إلى 8.6%، لاحظ الارتفاع الكبير الذي جاء بهذا الشكل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بسبب العقوبات، عدم تعاون الخليج العربي في ضخ المزيد من النفط في السوق، وصلنا إلى هذه المنطقة ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في أوروبا بأكملها، وبالتالي هذه الأرقام ممكن أن ترتفع بشكل كبير في ظل السيناريو الذي تحدثنا به، بل إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحديدا حزبه الذي نتحدث عنه وهو الحزب الديمقراطي هو في خطر بحسب إحصائيات صدرت من 538 التي وجدت بأن نوفمبر القادم والانتخابات التي ستكون في مجلس النواب الأمريكي هي فيها خطر كبير للغاية، وضعت إحصائيات توضح باللون الأحمر الحزب الجمهوري، اللون الأزرق هو الحزب الديمقراطي، ووضحت بأن الحزب الجمهوري بنسبة 87% سيفوز بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، بينما الحزب الديمقراطي فرصه والفرص التي يمتلكها هي ضعيفة للغاية بنسبة 13%، وأيضا أوضحوا بأن المقاعد التي سيفوز بها الحزب الجمهوري تحديدا هي تصل كما تلاحظون إلى 259 مقعدا، وأن هنالك فرصة 80% لهذا الأمر أن يتحقق، بل أن أيضا ذكرت الـ 538 بأن 250 مقعد هي الأمر المنطقي وهو ما سيفوز به الحزب الجمهوري الأمريكي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بكل تأكيد حتى نوفمبر القادم، وإذا ما تحقق هذا الرقم فهذا الرقم هو الأعلى والأكبر بالنسبة للحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي منذ سنين طوال، أي أنه فوز ساحق للغاية، بل أن أيضا الـ 538 وجدت بأن مجلس الشيوخ الأمريكي هو أيضا تحت المطرقة، وأن الأقرب هو الحزب الجمهوري الأمريكي بنسبة 53% أن يفوزوا بالأغلبية مقارنة بالحزب الديمقراطي الذي رشحت الـ 538 بنسبة 47% ممكن أن يفوز، ولكن هذه تعتبر هي نسب متقاربة ولا زالت هي نسب
متوازنة بالنسبة والحظوظ متوازنة بالنسبة للطرفين في مجلس الشيوخ الأمريكي. وعلى هذا الأساس الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة أن يصحح هذه التفاصيل، بحاجة أن يفعل شيئا. وبالتالي بالنسبة للغارديان البريطانية وجدت ببساطة، إذا ما الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم الضمانات المطلوبة من الخليج العربي وتحديدا من المملكة العربية السعودية، فالأمور ستكون أسهل للغاية. سيزداد إنتاج النفط بالنسبة لإنتاج النفط من المملكة العربية السعودية أو حتى الإمارات العربية المتحدة، سيساعد السوق كثيرا، سيضغط على روسيا كثيرا، كذلك سيفتح الباب لعملية أن تكون الهدنة المؤقتة الآن بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي أن تكون هي هدنة دائمة وتنتهي المعركة والحرب في اليمن إلى الأبد. بل بالإضافة إلى ذلك بأنه يمتلك ورقة مهمة جدا بحسب طبعا سايمون تيزدل في سوريا، المعاقبة المغضوب عليها من قبل الإدارة الأمريكية الحالية وحتى الإدارات المتعاقبة كلها غاضبة على النظام السوري، وجدت بأن هنالك إمكانية لرفع بعض العقوبات والسماح لسوريا بأن تتحصل على النفط الإيراني بشكل رسمي ومن دون أي مشاكل ومن دون أي اعتراض للشحنات الإيرانية من النفط الإيراني إلى سوريا من أجل خلق هذه التهدئة المطلوبة، بل أيضا أن تكون هنالك فرصة، والفرصة لا زالت متاحة وإن كانت ضعيفة، في أن يكون هنالك نجاحا حقيقيا في المفاوضات النووية، مما سيؤدي إلى الحصول على الطاقة الإيرانية، النفط الإيراني الذي وجدت الغارديان البريطانية بأنه سيزيد من إنتاج النفط وسيزيد من توفر النفط في السوق بشكل عام في العالم بثلاثة أضعاف. وبالتالي النفط الإيراني هو يعتبر مهما للغاية، وهذا التحرك أيضا قد يكون ناجحا وقريبا من النجاح بالنسبة للإدارة الأمريكية، خاصة وأن إيران منزعجة تماما مع روسيا، صدق أو لا تصدق، هي منزعجة بسبب الصادرات النفطية، لأن الروس يصدرون الكثير من النفط الرخيص إلى الصين، إلى درجة أن الصين الآن الواردات النفطية الخاصة بها 55% من الواردات النفطية هي قادمة من روسيا لأنها رخيصة للغاية، أرخص من النفط الإيراني المصدر إلى الصين والذي تعتمد عليه الصين من أجل الخلاص من العقوبات ومن أجل خلاص العقوبات الأمريكية ومن أجل خلاص من سيناء فشل المفاوضات النووية. وعلى هذا الأساس إيران بحسب طبعا تفاصيل جديدة أكدت البلومبرغ الأمريكية بأن إيران الآن خفضت سعر برميل النفط الذي تبيعه إلى الصين ب10 دولار، برميل النفط الواحد هو ب10 دولار الآن من إيران مباشرة إلى الصين، خفضت هذا الأمر لكي تستمر الصين بعملية شراء النفط وأن تبقى هنالك نسبة معينة لإيران أن تستفيد منها. بالتالي روسيا هنا تضغط كثيرا على الإيرانيين، وجاءت هذه بتفاصيل كلها كاملة من بلومبرغ الأمريكية. الأمريكية اليوم هي تحدثت عن هذه المسألة، بالتالي هنالك انزعاج إيراني، وهنالك أساسا جدولا قد نشرته البلومبرغ الأمريكية وضحت هنا كما تلاحظون باللون الأسود هي روسيا وباللون الزهري هي إيران، بالتالي واضح بالنسبة إلى روسيا هنالك تذبذب، ولكن تذبذب مستقر واستقرار في عملية الصادرات النفطية الرخيصة الروسية الموجهة طبعا إلى الصين. بينما بالنسبة إلى إيران فالأمور مختلفة تماما، كما نلاحظ هنا أن هنالك انخفاضا بهذا الاتجاه، أن هنالك توجه منخفض، وأننا هنا حتى يونيو نتحدث من يناير عام 2022 وحتى يونيو فالانخفاض موجود وروسيا تتصاعد بهذا الشكل، وروسيا مستفيدة تماما من هذه المسألة، تستفيد، هي تتقدم على الأرض بشكل كبير على مستوى شرقي أوكرانيا إذا ما ذهبنا إليها لكي نعرف آخر التفاصيل التي جاءت بالنسبة إلى روسيا وهذا التحدي الكبير الذي يأتي إلى شرق أوكرانيا. هم هنا كما تلاحظون الحدود الإدارية إلى إقليم دونباس وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك، القوات الروسية أعلنت وكما نعلم جميعا الانتصار التام في لوغانسك وسيطروا عليها وأصبحت مناطق السيطرة الخاصة بهم تأتي بهذا الشكل على مستوى دانييتسك، والآن بدأت العمليات السريعة تبدأ في هذه المناطق التي هي تأتي بهذا الاتجاه، هنالك ضغط يأتي إلى منطقة باخموت وأساس هذه العملية يبحثون عن عملية السيطرة على هذه المنطقة التي ترونها أمامكم، هذه المنطقة هي سلوفيانسك وكراماتورسك هي التي يحاولون السيطرة عليها لكي يأخذوا نسبة كبيرة جدا من منطقة دانييتسك وبالتالي يضعون
يدعون الأوكرانيين تحت المطرقة بالاقتراب من هذه المنطقة بسرعة إلى دانييتسك لكي نرى ما الذي يجري في هذه المنطقة بعد السيطرة الكبيرة وإعلان الانتصار في لوغانسك بالنسبة للروسيين على الأقل. فهذه المناطق التي تلاحظونها التي سنتحدث عنها طبعا هنا هذه المدينة المهمة جدا باخموت التي تجري فيها الكثير من العمليات، وكذلك هنا سوليدار، وهنا كلينوف منطقة مهمة للغاية، وهنا طبعا بالنسبة لمنطقة سيفريسك المنطقة المهمة للغاية التي يتوقع بأن تكون هنالك معارك كبيرة فيها بالنسبة للقوات الروسية. ولكي نفهم أولا أن الروس أساسا قبل عملية الدخول واقتحام هذه المنطقة والسيطرة عليها بالتمام والكمال كانوا قد ضغطوا على سوليدار كثيرا، وكان هنالك طريقا ممتدا من باخموت مباشرة إلى ليسشانسك، ومنه كانت تتحصل القوات الأوكرانية على دعم إلى هذه المنطقة وهي المنطقة المهمة وهي سيفيرودونيتسك التي صمدت كثيرا أمام القوات الروسية التي تمكنت في نهاية المطاف من السيطرة على سيفيرودونيتسك. طبعا بكل تأكيد الضغط هنا بهذا الاتجاه هو نفع بقطع هذا الطريق الذي نتحدث عنه، لم يعد طريقا مهما أو طريقا قادر القوات الأوكرانية أن تستفيد منه. وعلى هذا الأساس القوات الأوكرانية اعتمدت على طريقين، طريق يمتد تقريبا بهذا الاتجاه من ليسشانسك إلى هذه المنطقة، وكذلك من المنطقة الأخرى المهمة وهي بريفيليا مباشرة بهذا الاتجاه، كلها تصب إلى سيفريسكي. ولكن القوات الروسية بعدما سيطرت وتمكنت من هذا المصفى، مصفى النفط، ووضعت هذا الطريق الذي نتحدث عنه تحديدا بعدما سيطرت على مرتفعات بهذا الاتجاه، ضغطت على هذا الطريق، سيطرت عليه ناريا، تقدمت إلى بريفيليا وعبرت نهر المهم جدا وهو سيفريسكي دونتس، النهر المهم للغاية الذي يأتي بهذا الاتجاه. طبعا بالنسبة للقوات الروسية تمكنت من إغلاق الطرق تماما على الأوكرانيين وانسحبوا الأوكرانيين إلى سيفريسكي. الآن الذي جاء جديدا بالنسبة للقوات الروسية وما تمكنت منه هي تقدمت وسيطرت على كلينوف وبدأت تضغط على باخموت بهذا الاتجاه، وبالتالي كما نعلم أن هنالك أيضا ضغطا على منطقة أخرى هنا تأتي، لا زالت القوات الأوكرانية موجودة فيها بهذا الاتجاه وهي بريستوف. الآن هنالك صراع كبير جدا يأتي بالنسبة للقوات الروسية، والقوات الروسية تحاول واضح السيطرة على سوليدار، الهجوم على باخموت بهذا الاتجاه، الإطباق عليها كما اعتدنا على عمليات الحصار على المدن، وكذلك ممكن السيطرة أيضا على هذه المنطقة سيفريسكي التي انسحبت إليها القوات الأوكرانية المنسحبة من سيفيرودونيتسك ومن ليسشانسك إلى هذه المنطقة. بالتالي هنالك معارك كبيرة جدا مرتقبة في هذه المنطقة. الهدف الرئيسي كما تحدثنا بهذا الشكل إذا ما توجهنا بالقمر الصناعي إلى الشمال إلى هذه المنطقة، فإن الهدف الرئيسي بالنسبة للقوات الروسية فهي هذه المناطق التي ترونها هي منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك. القوات الروسية إذا ما تمكنت من السيطرة على باخموت التي نتحدث عنها طبعا بهذا الاتجاه، فهذا يعني أن هنالك هجوما كبيرا قد يكون قادما على كراماتورسك، وكذلك أن القوات الروسية أساسا اقتربت من ليمان ومن هذه المناطق بهذا الاتجاه من سلوفيانسك، وهذا قد يعني نسبة عالية جدا من السيطرة بالنسبة للقوات الروسية. على هذا الأساس هنا تكمن إمكانية وأهمية حرب الطاقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك أسئلة كثيرة جدا تطرح عن ما هو السيناريو الأقرب للحقيقة وما هو الأفضل أساسا لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام في ظل هذه الصفقات الكبيرة.